عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي جبت لكم اليوم واحد التطبيق اللي غادي ينقص لكم شوية من الفيديوهات اللي عندكم في التليفون اللي متقلي لكم على لا ميموار ديالكم. يعني بشرح اخر، الفيديوهات اللي كتصوروا نتوما وكي تتلقى فيديو فيه قسمين المكانة وفيه 1 جيجا، اليوم ان شاء الله جبنا الحل باش انه ما يكونش فيه 1 جيجا، يكون فيه قل من نص ديال 1 جيجا، ويبقى الفيديو هو الطول ديالو الصورة وكل شيء. وهذه بالنسبة للمعاناة ديال الدراري والبنات اللي كيلقاو مشكل. ان شاء الله نمشيو دابا، اول حاجة غنمشيو للبلاي ستور، غنجيو لخانة البحث، غادي نكتبو كومبريسي فيديو بحال هذيك الاولى، ها هي حتى تعقلوا عليها. غنجيو لهاد الخانة الاولى هي اللي بالخضر، غنديرو بركو عليها، غنديرو تيليشارجي. انا راه سبقني بتيليشارجي، وغادي يهبط لعندكم الواجهة ديال التليفون لتحت. ها هو كما شفتو نتوما، هو عندي انا مسبق. غادي نبركو عليه، غادي يخرجنا لهاد الصفحة اللي تيكون فيها كاع داكشي ديالنا، الواتساب وديال كل شيء. غادي نمشيو للكاميرا، الدوسي اللي تيكون فيه كاميرا ها هو. غادي نمشيو هاد الفيديو، ها هو عندي انا دايرو من قبل، فيه 145 ميجا وفيه دقيقة و15 ثانية. ها هو عقلو عليه، دقيقة و15 ثانية، فيه 145 ميجا. غنبركو عليه، غنجيو كومبريسي، غادي نحيدو هاد الإشهار ها هو. غادي تخرجنا هاد الصفحة هادي، غادي نهبطو نهبطو نهبطو. انتوما شوفو هاد الموف هادو، هاد الفانيليين هادو، هاد الغوز ها كاين 720 بيكسل، كاين 480، كاين 360. بالنسبة لي كان عندك تليفون فيه 16 جيجا، 8 جيجا، من الأحسن دير 360، هادي هي اللي لتحت. كان عندك تليفون فيه 64 جيجا، 32، 128، دير هاد 480 هادي. كان عندك تليفون فيه 256، 500 جيجا، 1000 جيجا، دير 720، زوينة صورة غتبقى زوينة. المهم بالنسبة لينا حنايا غادي نديرو مثلا 480 هادي هي. غادي نحولو هداك الفيديو اللي شناه فيه من قبل، فيه 145 ميجا، هو فيه غير دقيقة و15 ثانية. عقلتو علي، عقلتو معايا، كان فيه 145 ميجا. احنا ان شاء الله ملي غيحولوا لنا غادي نشوفوا الفيديو شحال غيولي فيه من ميجا، وغادي تشوفوا شحال خففنا على التليفون والفيديو غيبقى لنا هو هو. هذه بالنسبه للمعاناه ديال الناس اللي كيقول لك انا التليفون دغيا تيعمر لي بالفيديوهات. ها هو خرج لنا الفيديو، ها نتوما غادي نرجعوا وغادي نشوفوا كل شيء. هذا ها نتوما هذا الفيديو اللي كومبريسينا حنايا، اللي دخلنا هذا الاصلي فيه 145 ميجا. احنا نشوفوا يا سيدي الجوده ديال الصوره ديالو، ها الجوده اللي كانت فيه اصليه. ها نتوما شوفوا باش نشوفوا الفرق ما بين اللي نقصنا منه حنايا في الجوده، ونشوفوا الفرق واش غيكون شي تغير كثير ولا لا. ها نتوما كتشوفوا الصوره واضحه. نرجعوا اللور، غادي نمسحوا هذا ديال 145 ميجا. ها هو غنبركوا على اي فاصي هنا، غنمسحوه. ها هو غادي يمشي. دابا غادي نمشيو، ها هي جاتنا الايه، جاتنا في القدام فيديو كومبريسي، يعني راه تحط فيديو فيه. ها هو ولا عندنا فيه 30 ميجا فاصلة 4. ها هو هو دقيقه فاصله 15. ها هو لا شتو شتيه من 145، يعني ردنا فيه غير الثلث ديال تقريبا الثلث. ها هو ندخلو نقراوه لي يعني حيد الاشهار. ها نتوما كتشوفوا راه تقريبا ما كاينش الفرق بزاف ما بين الفيديو الاصلي. ها هو بقى نفس المده ديالو، دقيقه و15 ثانيه، وهبطنا غير 30 ميجا. يعني الا قبضتوا الفيديوهات اللي عندكم نتوما كاع ديال الرحلات وديال الخرجات وديال اللي كتصوروا نفوسكم وكذا ونقصتو لهم، غادي توفروا النص ديال لا ميموار في التليفون، غادي تخوى لكم ويبقى عندكم نفس ديالكم داكشي اللي كان عندكم فيه. غادي نرجعوا، ها هو فيه كما شفتوا 30.4 ميجا اللي ولات فيها، هو دقيقه و15، او هادشي اللي كاين. وغادي نرجعوا بحالتنا اللور، ونتمنى نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.